الإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخل الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المشاهدون، قال تعالى: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه الآية فيها إشارة إلى مادة غذائية مهمة جدا جدا، ألا وهي القمح. هذا القمح لأنه مادة أساسية في غذائنا، ينبت في كل مكان، في السهول والجبال والصحارى والسواحل والبلاد الباردة والحارة والمعتدلة، من حكمة الله جل جلاله، وهو أنواع منوعة قد تصل إلى 4000 نوع. نعم، هذا القمح مادة أساسية، له سنبلة فيها حبات القمح، وله ساق. الشيء الذي لا يصدق أن هذا الساق يعد غذاء أساسيا جدا جدا للحيوانات، هو العلف الأول في العالم. فكما أن السنبلة غذاء أساسي للإنسان، ساق السنبلة غذاء أساسي للحيوان. نعم، الحقيقة أن هذه السنبلة، أنا مرة رأيت بعيني مباشرة حبة قمح أنبتت 35 سنبلة، عددت إحدى السنابل فيها 50 حبة، فخمسين يعني الحبة أنتجت 1750 حبة. فالله عز وجل قال: هذا عطاؤنا. فلذلك هذا القمح مادة أساسية لحياة الإنسان، ينبت في كل مكان، في كل الأجواء والأصقاع والصحارى والسواحل والأغوار والجبال، إنه مادة أساسية لهذا الإنسان. الحقيقة أن هذا القمح له غلاف خارجي يساوي 9% من حجمه أو من وزنه، 9%، وله رشيم يساوي 2% من حجمه ووزنه، والباقي نشاء هو المادة الأولى في القمح. الشيء الذي لا يصدق أن هذا الغشاء وهذا السم وهذا الرشيم في كل المواد الأساسية، في المعادن، في تقريبا 7 معادن، في 6 فيتامينات، في شيء لا يصدق، في سيليكون، في حديد، في فوسفور، مع الفيتامينات المنوعة. فالإنسان المتحضر يظن أنه يفعل شيئاً، وقد جاء الله في كتابه الكريم: يغيرون خلق الله. فننزع عن القمحة قشرتها وما فيه من رشيم، ونكتفي
بأصل القمحة وهو نشاء فقط. نشاء هو كما قال بعض العلماء غراء للمعدة. فلذلك الخبز الأسمر يلي فيه قشرة معه هذا شيء دقيق جدا. وقد ورد معي في السنة أن أول بدعة ابتدعها المسلمون بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. نخل الدقيق بدعة. إذن هذا القمح غذاء أساسي في الدرجة الأولى، وسوقه غذاء أساسي للحيوانات. نعم. على كل، حينما نعتمد تطبيق منهج الله عز وجل في تناول هذه المادة كما خلقها الله من دون تعديل أو تبديل، من دون حذف أو إضافة، نكون قد حققنا شيئا مهما في تطبيق منهج الله عز وجل. على كل، القرآن الكريم أشار إلى أنكم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وكأن القرآن أشار إلى أن تخزين القمح يجب أن يكون في سنبله، هي إشارة لطيفة من الله عز وجل. على كل، الحديث عن القمح حديث يطول. غذاء أساسي، غذاء متكامل، غذاء يرفع من قيمة المردود الكبير لهذه المادة، ولكن ينبغي أن نتقي الله في استعماله كما أراده الله عز وجل. لكن الآن في ملاحظة دقيقة، يعني مثلا السيليكون بقوي الشعر، القمح بقشره فيه فسفور مادة أساسية للدماغ، في حديد مادة أساسية للدم، في 6 فيتامينات، هي كل أشياء يعني تعد غذاء أساسيا جدا في حياة الإنسان. فحينما يتوهم الإنسان أنه يصنع خبزا أبيض اللون هذا غراء جيد فقط. فلذلك الآثار التي تترتب على نقص غذائنا من قشر القمح آثار كبيرة جدا. الشيء الدقيق الآن أنه في بمؤتمر علمي كبير جدا في العراق في بغداد في عام 1997، هذا المؤتمر أحد الأساتذة الكبار في هذه الجامعة صنع تقريبا 4 حقول وزرع بها الحقل قمح. الشيء الذي يلفت النظر، التربة نفسها، السماد نفسه، التروية نفسها، يعني حاول أن يجهد في أن تساوى هذه الحقول الصغيرة تماماً بكل شيء، وانتظر النتائج. جاء بطالب من طلابه على الحقل الثاني قرأ القرآن في الأسبوع 2 مرات، والحقل الثالث كلام يعني في قسوة على النبات، وفي الحقل الرابع تمزيق للنبات، في إيذاء فعلي، إيذاء كلامي في قرآن، والحقل الأول هو الضابط. النتائج مرعبة. نسبة نمو القمح الأول الذي تلي عليه القرآن 44% زيادة، والمحصول 33%، والنسب الأخرى منخفضة جدا. فهذا الكلام يؤكد أن الله عز وجل يقول وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا النبات كائن، والإنسان كلما شفت روحه تعاطف مع من ما حوله. يعني دخل النبي الكريم إلى بستان أنصاري، رأى جملا يبكي، قال من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا فتى أنصاري، قال ائتوني به. قال له ألا تتقي الله بهذا الجمل التي ملكك الله إياه؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فكلما ارتقى الإنسان عند الله صار شفافا بحيث يتعامل مع خلق الله تعامل إيجابي. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عرفوا حقوقهم وحقوق غيرهم واستقاموا على أمرك. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين عرفوك يا رب واستقاموا على أمرك، فساعدوا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآفاق بالإبداع سحرا،
بنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا. وتبحر في ربى الأنوار حينا وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني وتدعو للهدى سرا وجهرا. ويخل الوعد في مرسى الأماني على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق على الآفاق على الآفاق بالإبداع سحرا.